السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة هوريكم طريقة تقاصر البوتس. بوتس ما شاء الله من أجمل النباتات، وطريقة التقاصر بتاعته سهلة يا جماعة. يعني بتمسكي، بتيجي بقى عند عقلة كده أهي، عايز الكاميرا توريها لكم، وبتمسك عند آخر، طبعا إيه، عند تحت الورقة نفسها. واخدين بالكم كده يا جماعة؟ وطريقة التكسر بتاعته سهلة، أهم حاجة تحت الورقة. طبعا خدنا الحتة دي كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، وكل اللي هنعمله طبعا هنشيل الورقة دي كده. كل اللي احنا عايزينه هي دي العقلة دي اللي بتطلع منها الجذور، وما شاء الله بتطلع بالمنظر الجميل زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انت ممكن من قطع بسيطه زي كده من الورق، من العقل، ممكن تعمل كميه كبيره من البوتس، وما شاء الله. وطريقه التكاثر بتاعته سهله وبسيطه جدا. بتجيب ميه، تمام، وبتحط طبعا البوتس فيه كده اللي انت قطعتها، وبعد كام يوم، بتاخد حوالي 3 ايام ولا يومين ولا 4 ايام، بتطلع منها الجذور. وبعد كده ممكن تحطها في البيتموس، تمام، وبتشتغل معاك ما شاء الله، وهي بتتكسر بسرعة يعني. وأوريكم برضو طبعا من دي ممكن نعمل منها كذا واحدة، كذا كذا أسرية مثلا، ما شاء الله بتطلع بالمنظر الجميل ده. ودي طبعا احنا قطعناها من كام يوم كده، من حوالي اسبوع، وما شاء الله اوريكم طبعا هي بتطلع بالجدر اللي زي ما انتم شايفين كده تحت، تمام. وممكن تحطها في بيتموس، وبتجيبها من اي مشتل. البيتموس ده بتبقى عامله زي الطينه كده صناعيه، وبتطلع برضو بص زي ما انتم شايفين ما شاء الله كده الورق، فسبحان الله يعني. وطريقه التكسر بتاعته سهله يا جماعه. وياريت الأول مرة يشوفنا يا جماعة، ياريت اللايك الجميل والاشتراك في القناة، وتابعونا وانتظروا مننا فيديوهات جديدة بمشيئة الله تعالى. وطبعا زي ما انتم شفتوا كده، دي طريقة التقاصر بمنتهى السهولة، مفيش أجمل من كده، تمام. وما بتصعبش حاجة على نفسك يا جماعة، دي بتطلع بمنتهى السهولة يا جماعة، وبتتقاصر بسرعة زي ما انتم شايفين كده. دي طبعا احنا كنا عاملينها من قيمة أسبوع، ودي إن شاء الله اللي احنا قطعناها قدامكم، تاخد حوالي 3 ايام وبتطلع الجدر بتاعته، تمام، وما شاء الله. يا ريت يا جماعه اللايك الجميل والاشتراك في القناه، وتفعل الجرس عند الكل عشان يوصل لك كل جديد مننا ان شاء الله. ويا ريت الدعم يا جماعه، واشوفكم على خير في رعايه الله. سلام.